عندنا التحدي الأول. طبعا راح أخذ الأطراف. مخلد عبد العزيز. يلا نواف. طيب التحدي، التحدي راح يكون ها مطارح. لا 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 ما هو مطارح، ما في مطارح. التحدي راح يكون بوشب، راح يكون بوشب. اللي يوقف اول هو المهزوم، راح ياخذ المهزوم نص الدرجه، والفائز راح ياخذ الدرجه كامله. تمام تمام. درجه 1000، الدرجه 1000. ايش؟ حتى لو ذا ثلاثة وذا اثنتين خلاص ياخذ الاكثر. ما مستحيل. يلا يلا. الطريقة الصحيحة للبوشب، إذا تغيرت الطريقة أنت تعتبر مهزوم. زين، نزلت ركبتك برضو مهزوم. هذه طريقة البوشب الصحيحة. جسمك مستقيم، راح تنزل واحد مع العد اثنين، واحد اثنين، تلخبط في العد، تعكس العد، برضو راح تتوقف. ممتاز. سوي طالات، سخن، سوي طالات ليدينك. سم، انا قد علمتك قبل انه طيب. بشي معرف سوي الاختبار. طيب مو هذا هذا التحدي الاول، ايش عليك انت فيه؟ ما جاك، ما جاك تحديك، باقي اصبر. تحيه للكشت. يلا جاهزين؟ جاهزين. تعال نواف، انا اقول له تعال انت تروح، تعال وقف هنا. يلا جاهزين؟ انزل، وضع استعداد. يلا انزل، واحد نزول، اثنين طلوع. زين، واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين، انزل نزول كامل. واحد اثنين، واحد عبد العزيز مع العد، مع العد. واحد تحت اثنين فوق، واحد تحت اثنين فوق. تشتغل لحالك انت تعتبر مهزوم حتى لو انك اسرع. خلكم مع العد. زين جاهزين؟ واحد اثنين ابدا. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. مخلد انزل. واحد اثنين. مخلد انزل. واحد اثنين. مخلد انزل. واحد اثنين. عبد العزيز فايز.